السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الود والمحبة لمتابعينا الأعزاء في القناة ديالهم جعفري بروغري. جعفري خالد أستاذ الفرنسية وكذلك الكوتش كيحييكم وكيشكركم على الوفاء ديالكم والإخلاص لهذه القناة هذه اللي كتبعوها بشغف، وهذه القناة كتحاول ما أمكن أنها تلبي الرغبات ديالكم فيما يخص كل ما يتعلق بلو ديفلوبمون بيرسونيل، التنمية الذاتية، وكذلك تهيئ الامتحانات الجهوية ديالكم، ولا كذلك إلى رب بغيتيو أنكم تنمو القدرات ديالكم في اللغة الفرنسية. فحاليا كاين واحد القراءة شاملة لرواية لو ديرني جور دان كونداني، وفي الجزء ديالها الثاني. فكنطلب منكم أنكم تحاولوا ما أمكن تشوفوا الجزء الأول، وكذلك كنطلب منكم أنكم بعد ما تشوفوا الجزء الأول والجزء الثاني بالعربية ما فيها بس، تشوفوا الأجزاء كذلك اللي تكلمنا على الرواية باللغة الفرنسية، باش أنكم يمكنكم تضبطوا المحتوى ديال هذه الرواية بشكل عام. فغنبداو هذا الجزء الثاني ديالنا بنطرقوا بلي زارغيمون بوغ او كونتر لا بين دو مور، صافي دير حجج اللي هي مع ولا ضد الحكم بالاعدام. وهاد الحجج مع ولا ضد ممكن تساعدكم انكم تجاوبوا على دي كيسيون دو كومبريهنسيون ولا لا كيسيون نافيديس ولا كذلك لا برودكسيون ايكريت. فهنا غنبداو بحجج اللي ضد الاعدام. دونك ملي كنقولوا الاعدام ممكن نقدر نقول لا بين كابيتال ولا لا بين دو مور ولا شاتيم اكستريم اكسيتيرا. كل مره كنحاولوا ما امكن اننا نستعملوا كلمات جديده باش تحاولوا ما امكن تغيروا هاد لي نو باش ما تكونش عندكم دي ريبيتيسيون اشاك فوا كنعاودوا نفس الكلمات. فالنقطه الاولى الي تري سوفون ابليكي سويت ا دي بروسي انجوست فوار ميم تروكي. فكنعرفوا في القضاء راه ممكن يكون بعض المرات انه كاين رشوه، اذن كيكون حكم غير عادل بعض المرات، وكذلك ممكن انه القضيه ما تبانش في مجموعه الخيوط ديالها. واكبر دليل فنعطيو ليكزامبل ديال عمر الرداد في فرنسا اللي سبق له انه تحكم بالمؤبد، ولو ان فرنسا كانت كتطبق حكم الاعدام فكان ممكن انه عمر يتعدم قبل ما تعرف البراءة ديالو، لأنه وقتاش تعرفت البراءة ديالو هو أنه حتى دوز 7 سنين في السجن، عاد دار واحد التحليل ديال الأدان وعرفوا بأن عمر ماشي هو اللي قتل المشغلة ديالو. النقطة الثانية، ميم افيك لا بين دو مور إليا توجور دي كريمينيل دون لا سوسيتي. أنه مجموعة ديال الدول اللي كتطبق لا بين دو مور فداخل المجتمع ديالهم كاين بزاف ديال الكريمينيل، إذن ما فائدة أننا ممكن نطبقوا لا بين دو مور؟ هادو فقط مجموعة دونك ديال لي زاكيمون اللي ممكن نكتبوهم ضد لاغيمون ضد الحكم بالإعدام. نمرو حاليا للحجج مع الحكم بالإعدام بوغ لا بين دو مور. فالحجة الأولى هي لو شاتيمون اكستريم هو الحكم بالإعدام. كل مرة كنحاول ما نستعمل كلمة معينة. ايت ان مويان ايكونوميك de se débarrasser des criminels dangereux. أقل تكلفة هاد الوسيلة هادي ديال الحكم بالإعدام. فمثلا إلا سجلنا شي واحد راه ممكن كنصرفو عليه بزاف ديال الفلوس، خصو ياكل خصو يشرب خصو يطير خصو يلبس، ولكن إن فوا أننا كنحكمو عليه بالإعدام فحنا كنتهناو منه بشكل بات ومطلق، ما نصرفو عليه حتى حاجة. إذن هاد الحكم بالإعدام هي واحد الطريقة اقتصادية كنتهناو منها كاع من هاد لي كريمينيل اللي كاينين في لا سوسيتي بشكل عام. الحجة الثانية ليكزيكيسيون دي مورتريي، ليكزيكيسيون هو الإعدام ديال الناس اللي كيقتلو. بروكور او فامي او زامي دو لا فيكتيم لا ساتيسفاكسيون دو نو با فوار لاساسان دو لور بروش كونتينيي ا فيفر. هو انه راه ممكن نكونو حنا مثلا ضد الاعدام، ولكن اون فوا انه ممكن يتقاس ولا لا قدر الله يموت شي واحد من الاقرباء ديالنا فكنكونوا مع الحكم بالاعدام، وما كنتهناو حتى كنشوفوا داك الكريمينال حتى هو مات. فاون فوا انه كنحكموا بالاعدام على واحد الشخص فهاد لي فامي ديال لي فيكتيم ديال الناس اللي ربما تضروا من هاد الحدث هذا فهما كيتهناو بشكل بات ومطلق. لانه علاش هاد لي فامي ممكن واحد النهار يشوفوا هاد الكريمينال اما تعفى عليه من بعد واحد 15 سنه ديال السجن، ولا كذلك ممكن انه يهرب من السجن وغيولي حر او لا في لا ليبرتي ديالو توتال.
حاليا نمروا للسيركوي ارغومونتاتيف دو فيكتور هوغو. فيكتور هوغو بيان سور راه كان ضد الحكم بالاعدام، وغنشوفوا هنا مجموعه ديال الحجج اللي عطانا ضد الاعدام. فالحجه الاولى اللي عطانا، هادو فقط امثله ديال مجموعه ديال الحجج الاخرى اللي ممكن تلقاها كذلك في لوغومون. لا بين دو مور ني با ان شاتيمون اكزومبلير، سا في دير اكزومبلير ماشي مثالي، ماشي هو واحد الحل ديال اننا كنعاقب واحد الشخص بشكل مثالي. لان علاش كيقول لك رغم انه كاينين في دي سوسيتي ولا في مجتمعات لو بين كابيتال ولا الحكم بالاعدام، كنلقاو كذلك فيها دائما المجرمين. لي زيكزيكسيون سون ديفوني دي مومون دو جوا اي دو فات، سافو دير انه الحكم بالاعدام ولا الانسان كيفرح فيه ولا كيحس بحال بواحد الحفله. وهذا الشيء هذا بيان سور كيعطيه لنا فيكتور هوغو من خلال داكشي اللي استشف ولا اللي استنبط ولا اللي شاف من خلال الحكم بالاعدام اللي كان كيكون في ذاك الوقت هذاك، بخصوص انه الحكم بالاعدام كيكون في لا بلاس دو غريف، وبالحضور ديال الناس اللي حاسين بالفرحه انهم كيشوفوا واحد السيد انه كيتعدم قدامهم. لو كونداني بير سا دينيتي هيومان، سافو دير انه اللي محكوم عليه بالاعدام كيحس بانه ما عنده حتى قيمه في انسانيه لو فات اننا كنحكموا عليه بالاعدام. والحجه الرابعه سي لا سوسيتي كي فابريك دي كريمينال، سافو دير ان المجتمع هو اللي كيعطينا اننا نكونوا عندنا دي كريمينال. علاش؟ لانه وقتاش في الحقيقه ربما وهادشي بيان سور دونك ليدي ديال فيكتور هوغو ممكن نحسبوه الشخص انه ملي كنوفروا له الظروف كامله للعيش الكريم. ان فوا ما كتوفرلوش الظروف للعيش الكريم، فراه فاي شخص ممكن انه يلجا لحلول وحده اخرى باش يحاول ما امكن يعيش العيشه اللي ربما كيعيشوها ناس احسن منه. ف انه هادو دي زيكزامبل اللي عطاهم لنا فيكتور هوغو، ممكن كذلك تلتجؤوا لهم مجموعه ديال الافكار اللي هي ضد الحكم بالاعدام. Maintenant, la condamnation à mort à travers le monde. Ça veut dire que nous parlons حاليا هاد الوضعيه ديال الحكم الاعدام في العالم كامل. ففي اوروبا فكاينه لانولاسيون، سا فيدير انه ما بقاش عندهم الحكم بالاعدام بشكل بات ومطلق. بالنسبه للصين، سا فيدير الصين، كوريا الشماليه، الجابون اكسيتيرا، مازال عندهم الحكم بالاعدام. بالنسبه للحاله ديال المغرب حاله خاصه، فهناك الحكم بالاعدام كاين سسبوندي. شنو كتعني سسبوندي؟ هو انه في المغرب كنحكموا بالاعدام ولكن حاليا ما كنطبقوش، واخر واحد تحكم عليه بالاعدام كان في 1993 اللي هو الكوميسير تابيس، واللي ممكن تسولوا الاباء ديالكم ولا الناس اللي عاشوا في المرحله اللي يهضروا لكم على هذا الكوميسير اللي كان متسلط اغتصابات الى غير ذلك، تهديدات، واللي خلى انهم يحكموا عليه بالاعدام ويطبق عليه الاعدام في 1993، وهذا اخر من واحد اللي تعدم في المغرب. في لي زيتازوني، الولايات المتحده الامريكيه، فهنا واحد الحاله خاصه انه كاين ولايات وكل ولايه عندها القانون الخاص ديالها. هناك مجموعه ديال الولايات اللي مازال كيحكموا بالاعدام، وهناك ولايات واحده اخرى اللي ما كيحكموش بالاعدام. هنا عطيناكم فقط مجموعه ديال الافكار باش تعرفوا الوضعيه بشكل عام على الحكم بالاعدام في العالم، باش الى طرح لكم شي سؤال ولا انه جاتكم فرصه انه يطرح لكم واحد برودكسيون اكريت على الحكم بالاعدام، تكون عندكم مجموعه ديال الافكار على هذا الحكم في العالم كامل. حاليا لي شو ليكسيكو ديال لو ديرني جوردان كونداني، ولا المحاور ديال لو ديرني جوردان كونداني. فاول محور هو لا جوستيس، هو العداله. وهنا فيكتور هوغو كيطرح تساؤل على العداله في المرحله، وكيقول بان ما كاينش عداله، بخصوص اننا كنحكموا على الاشخاص بالاعدام وانهم من حقهم انهم العيش والعيش الكريم. وكذلك فما كاينش عداله بخصوص اننا كنحكموا على الناس اننا نقطعوا لهم راسهم، طريقه ديال الحكم بالاعدام، كنقطعوا لهم راسهم. وكذلك الحضور ديال الجمهور اللي كيحس بالفرحه وكيدير احتفالات وانه كيشوف الناس كيموتوا بهذه الطريقه البشعه. لا بريزون اللي هو السجن، ولا لا كابتيفيتي هو الاسر. الكابتيفيتي ولا الاسر سواء ديال لو كونداني امور، ولا بيان سور الاشخاص اللي عايشين معاه في نفس السجن ديال بيساتر. لا سوفرانس المعاناه، هي معاناه كبيره بخصوص انه كيحس بها لانه قريب الموت ديالو، كيعرف الجوغ ديال لا مور ديالو. فاكبر نعمه ربما عطاها لنا الله وما عارفينش الجوغ فوقتاش كنموتو، وسينو كانت حتى حنا غتكون المعاناه ديالنا كبيره لو اننا كنا كنعرفوا النهار اللي غنموتو فيه. لا كريوتي هو القسوه،
القسوة ديال من القسوة ديال الأشخاص ربما اللي يحكموا عليه، الأشخاص ربما اللي كيحكموا البلاد، القسوة كذلك ربما ديال لي غارديان ديال السجن، القسوة ديال كذلك ديال لو بوغو سوفيدير اللي كيقطع على راسو إلى غير ذلك. وكاين المحور الأساسي اللي هو لا مور، واش خصنا نقتلوا الإنسان ولا الله هو الوحيد اللي ممكن يعرف لو جور ديال لا مور ديالنا. حاليا لي تيب دو فراز ولا نوعيات الجمل اللي كاينين في لو ديرني جور دان كونداني. ف فيكتور هيغو حاول ما امكن يتقمص الدور ديال هاد لو كونداني امور، ويحاول يبين لنا المعاناة ديالو من خلال الجمل اللي كتب. وكل ما قربنا من النهاية كل ما كنلقاو بزاف ديال لي فراز اكسكلاماتيف ولا انتروغاتيف. كاين فراز افيرماتيف سافيدير فراز ايجابية، وعندنا في الخصوص في البداية ديال الرواية، ولكن من بعد كيكثروا لنا لي فراز اكسكلاماتيف اللي فيها علامة تعجب ولا علامة استفهام على الوضعية اللي كيعيشها لو كوندوني امور، وهل فعلا خصنا نحكموا عليه بالإعدام. بيان سور دونك الإجابة ديال فيكتور هوغو كيقول لك لا، ما خصناش نحكموا عليه بالإعدام. وهاد لي فراز انتروغاتيف راه بالخصوص كنلقاو سكون نابيل دي كيسيون اوغاتوار ولا دي كيسيون ريتوريك، سا فيدير اسئله اللي ما كنحتاجوش منها الاجوبه، كتكون الجواب مضمون في هاد السؤال هذا. سا فيدير انه ملي كيقول لنا مثلا، ملي كيهضر على ماري وكيقول لك شكون اللي غيهتم بك ماري ملي غنموت انا، راه ما كنتسناوش الجواب، راه الجواب واضح باين. سا فيدير انه ملي غيموت هو، امها مريضه، جدتها مريضه، ميمكنش لي ما كاينش اللي يهتم بها ملي غيموت باها. دونك هادو سكون نابيل دي فراز interrogative, des questions rhétoriques. Ça veut dire انه الجواب واضح باين، ما نحتاجش اننا نجاوبو عليه. جا الدور باش نتكلمو على لي روجيستر ليتيرار ولا السجل الادبي ديال لو ديرني جور دان كونداني. كاين تراجيك، ملي كنهضرو على السجل الادبي تراجيك سا فيدير كنتكلمو على الموت. باتيتيك سا فيدير واحد السجل اللي هو مثير للشفقة والرأفة من أشخاص معينين، هنا بالخصوص بالنسبة لكونداني أمور. كاين بوليميك، بوليميك هو في حالة ما كيكونوا مجموعة ديال الأشخاص عندهم أفكار معينة وحدين آخرين عندهم ضد الفكرة، صافي كيكونوا هناك آراء مختلفة وكل واحد كيحاول ما أمكن يدافع على الرأي ديالو. فمن خلال لو ديرني جور دان كونداني كاين الرأي ديال لو كونداني امور اللي هو ضد الحكم الاعدام ديالو، كيحاول ما امكن انه يعطينا مجموعه ديال الحجج. وكاين اراء واحده اخرى مختلفه اللي كتقول بانه خص العداله تاخذ المجرى ديالها الطبيعي، وهي اللي تبت في القضيه ديال المحكوم عليه بهذا الاعدام هذه. كاين كذلك واحد السجل اللي هو اللي غيك، هذا غنائي ولا كنتكلموا فيه على الحب ولا اوقات مراحل اللي ممكن مرنا بها في الحياه ديالنا. فلو كونداني امور واحد المرحلة معينة في الحياة ديالو قبل ما أنه يتحكم بالإعدام ولا قبل أنه ما يتسجن، فهو عاش فترات معينة، فترات حب قبل ما يتزوج مع بيبا الإسبانيول اللي كيتكلم عليها من خلال واحد السجل اللي هو ليريك ولا غنائي ولا فيه شوية ديال الحب. لي ميثود دي زيكزيكسيون، طرق ديال الحكم بالاعدام، كاين كثيره ومتنوعه على حسب كل بلدان وعلى حسب كل المناطق. فكاين لا بونديزون وهو الشنق من خلال الصوره مبينه قدامكم، كاين لا شيز الكتريك الكرسي الكهربائي، هذا ان اكزومبل ديال الكرسي الكهربائي اللي كان عند موبيل. كاين لا شومبر غاز سا فيدير واحد لا شومبر، واحد البيت اللي ممكن كنديروا فيه واحد الغاز، نوع ديال الغاز، وكيكون فيه اللي محكوم عليه بالاعدام كيتخنق، كنشدو عليه بيان سور البيبان كاملين. لا فيزيات سا فيدير اننا كنقتلو بالسلاح. كاين لانجيكسيون ليتال، لانجيكسيون ليتال هو انه مجموعه ديال الابر كتكون مسمومه، ممكن اننا نانجيكتوها اللي محكوم عليهم بالاعدام حتى كيموتو. كاين لي لا ديكابيتاسيون، شنو هي لا ديكابيتاسيون؟ هي قطع الراس، هي اللي عندنا في لو ديرني جور دان كونداني ولا سكون نابيل لا غيوتين. لا لابيداسيون، شنو هي لا لابيداسيون؟ هي الرجم. كاين مازال مجموعه ديال الدول ربما خليجيه اللي مازال كيحكموا بالاعدام من خلال الرجم. وحاليا عندنا هذه الصوره كذلك، واحد هذه هي لا غيوتين، دونك هذه هي لا ديكابيتاسيون، هذه الاله الحاده هي اللي كتقطع الراس اللي كنديروا في هذا المكان هنا.
وكاين مجموعة ديال الطرق واحدة أخرى اللي كنحكموا بها بالإعدام، أنه هذه قديمة بيان سور، كاين طرق قديمة أنه كان نعطيو الشخص الفيل كيفالي كخازي كيبقى يضربه برجله حتى كيموت. دونك هذه طرق قديمة، مثال من الطرق القديمة اللي كانوا كيديروها الناس القدام باش يحكموا بالإعدام على الأشخاص. حاليا واحد الملخص وواحد القراءة شاملة للرواية ديال لو كوندوني ا مور، ف سي ان رومون بوينيون او فيكتور هوغو اكسبريم فيرممون سون اوبوزيسيون ا لا بان دو مور. دونك في هذه الرواية فيكتور هوغو بصوت عالي كيحاول ما امكن يدافع على القضية ديالو اللي هي ما خصش يكون حكم بالإعدام. ديكريفون لابسورديتي دو لا سوسيتي دو سون ايبوك كي بروف لا جوا دي زيكزيكسيون. هنا بيان سور الاتهام موجه كذلك حتى لا سوسيتي، سافيدير المجتمع، لان الاشخاص كيعجبهم الحال وكيكونوا فرحانين اللي كيشوفوا شي واحد كيتعلم. انديني باغ لا غيوتين، لا غيوتين هو القطع ديال الراس قلنا كنا قبيله، ولا سكون نابيل لا ديكابيتاسيون. اي لو تريتمون دو لا سوسيتي انفير لي كوندامني، فيكتور هوغو ديسيد دو دينونسي سات ابيراسيون ا ترافير سو رومون. اذن باش ينتقد المجتمع ديالو، ينتقد كذلك المسؤولين على الطريقة ديال الإعدام ديال الأشخاص في المرحلة، فهو كتب هاد لو ديرني جور دان كوندانيس دان كونداني كوندينيسيون دو في ديبلورابل. دونك شروط ديال العيش اللي هي صعيبة بزاف بالنسبة سواء المحكوم عليهم بالإعدام ولا كذلك اللي عايشين في السجن بشكل عام. تريتمون انيما et des condamnés en décrivant les souffrances morales et physiques de ces derniers. فكيحاول ما امكن يبين الطريقه ديال التعامل اللا انسانيه اللي كيتعاملوا بها، سواء راه شفنا في لوفر لي فورسا، لي فورسا هما اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه، ولا كذلك المعاناه بيان سور اللي كيعانيو منها كذلك لي كوندوني ا مور. وهذه المعاناه ممكن تكون فيزيك ولا مورال، جسديه ولا عقليه فكريه. هنا واحد الفقرة اللي من خلالها غنحاول ما امكن يكون نعطيو مهلة لراسنا باش نفكروا في واحد السؤال معين، اللي هو فيكتور هوغو اتيل كونتريبيي ا لا بان دو مور. واش فيكتور هوغو ساعد من خلال الكتاب ديالو انه ما يبقاش لا بان دو مور، خصوصا انه كتب الكتاب ديالو في 1829، ولكن وقتاش نزل الحكم بالاعدام في فرنسا حتى 1981. فاحنا الجواب غنلقاه في لا ديابوزيتيف الجايه ان شاء الله. الجواب الايجابي، رغم انه دازت مده طويله عاد زال الحكم بالاعدام في فرنسا، ففرنسا انيولي لو شاتيمون اكستريم بور لي ديلي بوليتيك دي 1831. سافيدي ان فرنسا زولت الحكم بالاعدام بالمتابعات السياسيه عامين بعد ان فيكتور هوغو مكتب الكتاب ديالو لو ديرني جور دان كونداني اللي كتبوه هو في 1829. اذن فقط عامين ديال لا ريداكسيون ديال لا بان دو مور زال كذلك لا بان دو مور بالنسبه للمتابعات السياسيه. كذلك ممكن نزيدو بان فيكتور هوغو كان نقدروا نقولوا مصدر ديال الالهام ديال الكتابات ولا ديال الناس اللي بداو كيتفاعلوا مع هذا الموضوع هذا، وكيحاولوا ما امكن يدافعوا على القضيه اللي دافع عليها فيكتور هوغو، هو انه ما يبقاش الحكم بالاعدام بالخصوص بالطريقه اللي كتم به في فرنسا على اساس انه كيكون حكم بالاعدام بالقطع ديال الراس وبالحضور ديال الناس اللي هما فرحانين وعجبهم الحال انه واحد الشخص قدامهم كيتحكم بالاعدام. في النهايه ما كيبقى لي الا نشكركم على الوفاء ديالكم والاخلاص ديالكم. كنطلب منكم انكم تحاولوا ما امكن تتبعوا الفيديوهات بجوج باش تفهموا مزيان لو ديرني جور دان كونداني. حاولت ما امكن نعطيكم المعطيات الكفيله انك تساعدكم باش تفوقوا في الامتحان ديالكم، سواء تجاوبوا على اسئله عندها علاقه مع لا كومبريونسيون جلوبال ديال لا كيسيون ولا كيسيون دو لونغ، ولا كذلك مجموعة ديال الأفكار اللي تساعدكم حتى كذلك في دي برودكسيون كيت اللي عندهم علاقة مع الإعلام على سوفرانس اكسيتيرا. ف كنشكركم بزاف مرة أخرى. كنقول لكم بأنه التوجه ديالي واحد آخر دابا غادي في القناة، هو أننا نحاول ما أمكن نعاونكم باش تفوقوا في الامتحانات الجهوي ديالكم، نعاونكم باش تميزوا كذلك في اللغة الفرنسية، ونعاونكم كذلك فيديوهات خاصة بالتنمية الذاتية اللي ممكن
تساعدكم باش تنميو الافكار ديالكم وتنميو الطريقه ديال العمل ديالكم وتنميو الطريقه ديال الحياه ديالكم بشكل عام. ما عليكم الا تتبعونا في قناه جعفر بروغري. عندي واحد الهديه اللي هي بسيطه اللي دائما كنديرها واللي هو لو بوكي ديال الفلور. ممكن تتبعوني كذلك من خلال اليوتيوب دونك جعفر بروغري ولا من خلال مجموعه ديال القنوات اللي بالاتصال ديالكم ممكن انني نفيدكم في مجموعه ديال المؤلفات اللي كنحاول ما امكن انني نبارطاجيها معكم يوميا كل اسبوع، سواء في الفيسبوك سواء في تيليجرام سواء في الواتساب. اذا لقاء قريب ان شاء الله غيتجدد معكم باش نشوفوا مواضيع اخرى اللي نحاولوا نعالجوها، وهادشي وفق الطلبات ديالكم بيان سور. الى اللقاء قريب، ونجدد الشكر لكم مره اخرى.